فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك المبيت في منى لشدة الزحام فهل يكون عليه فدية؟ إذا ما وجد في منى مكان فهو معذور، إذا ما وجد في منى مكان ولا حتى يجلس فيه فإنه يكون معذورا، أما ما دام يجد مكان ولو للجلوس إلى منتصف الليل مثلا فإنه معذور. نعم.